وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة وفاء الهجري، رئيس تحليل المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بعد التحية أستاذة وفاء، هل لك أن تعرفينا أكثر على خدمة السداد الموحد للخدمات العدلية وما تتيحه للمستفيدين منها؟ في البداية حابة أشكركم على الاستضافة وعلى اهتمامكم وتلقيط الضوء على هذا الموضوع. في إطار تنفيذ مشروعات تطوير التحول الإلكتروني المرتبط بالإجراءات في وزارة العدل، تم تدشين خدمة الدفع الموحد. لو بنحاول نعرف الخدمة، هي ببساطة عبارة عن خدمة إلكترونية تسمح لأصحاب الشأن من المحامين أو الأطراف اللي لهم علاقة بالدعوة أنهم يدفعون المبالغ المالية المستحقة لمعاملاتهم، سواء كانت هذه المبالغ رسوم قضائية أو أمانات، بطريقة سهلة وفعالة. يعني باختصار، المستخدم يقدر يستعرض كل المستحقات اللي عليه سواء كانت في المحاكم أو التنفيذ أو التوثيق، ويدفعها بالكامل في معاملة واحدة. طبعا هذه الخدمة موجودة على البوابة الوطنية bahrain.ph. نعم. فمن أهم الأهداف اللي بتم تحقيقها عبر تطبيق خدمة الدفع الموحد هي توفير إمكانية الاستعلام أو عرض كامل حق المبالغ المطلوبة للمستخدمين من خلال منصة إلكترونية، وبالتالي احنا قدرنا نحافظ على وقت وجهد المستفيدين. وأيضا ما انها قناة دفع موحدة، فهي بتسهل سداد المبالغ المستحقة، وبيكون الطرف عنده المقدرة انه يدفع المبالغ على مدار الساعة وطوال الأسبوع. فمن أهم الفوائد اللي بتتحقق أيضا هي تقليص المدفوعات النقدية، يعني بيقل عندي تداول الكاش، وأيضا تعزيز التحول الإلكتروني في قطاع العدالة. وفي النهاية اللي دائما نطمح له هو رفع كفاءة وجودة الخدمات العدلية اللي نقدمها للمواطنين والمقيمين. نعم أستاذة وفاء، ولكن ما هو العدد المتوقع للمستفيدين من هذه الخدمة؟ شريحة ضخمة وكبيرة من المحامين والأطراف ذوي الصلة بالدعاوى هم المستفيدين من هذه الخدمة. وبالنسبة للأعداد، فتوصل عدد المعاملات إلى عشرات الآلاف. نعم الأستاذة وفاء الهجري، رئيس تحليل المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.